السلام عليكم. اتكلمنا في المحاضرات السابقة في اليوتيلايزيشن مانجمنت عن الريسورسز ريفيو، واتكلمنا فيها عن الاوفر يوتيلايزيشن، اندر يوتيلايزيشن، والميس يوتيلايزيشن. بعد كده اتكلمنا عن الاكشن بروسيس، او ايه الحاجات اللي نقدر نعملها علشان نتغلب على المشاكل بتاعه اليوتيلايزيشن ريفيو. وبعدين اتكلمنا على الابيل بروسيس، والابيل بروسيس كان بيتكلم على ازاي البيشنتس بيعمل اكسس للهيلث كير، او ان هو يتلقى الخدمه، واحيانا في ناس ما عندهمش تامين، وفي ناس تانية ما بيبقوش اليجبل ان هم يتلقوا الخدمه الطبيه، وعشان كده عملوا ابيل بروسيس او اعتراض علشان يقدروا يتلقوا الخدمه بتاعتهم، خاصه اذا كان حالتهم من نوع الارجنت. بعد كده اتكلمنا عن الهاند اوف او التسليم والتسلم، واستخدمنا طريقه السبار، والنهارده هنتكلم ان شاء الله عن الترانزيشن اوف كير. يعني ايه ترانزيشن اوف كير؟ ترانزيشن اوف كير، ترانزيشن يعني انتقال. انا هنقل المريض بتاعي من مكان الى مكان اخر. يبقى انا لو بقدم رعاية صحية وحنقل المريض بتاعي من مكان الى مكان اخر، سواء كان داخل المؤسسة او خارجها، فده بنسميه transition of care. الترانزيشن اوف كير برضو بنسميه الديسشارج بلان. ديسشارج يعني انا بخرج، يبقى انا خلصت مهمتي مع المريض وبخرجه من مسؤولياتي الى مسؤوليات حد اخر، وبالتالي ده اسمه transition of care. تعال نتكلم على انواع الديسشارج بلان او الترانزيشن اوف كير. عندي نوعين، نوع داخلي ونوع خارجي. الانتقال الداخلي زي ايه؟ زي نقل المريض من مستوى رعاية طبية الى مستوى اخر داخل المؤسسة الطبية اللي بتقدم الخدمة الصحية، زي مثلا نقل المريض من العناية المركزة اللي هو مستوى اعلى من الرعاية الى القسم الداخلي اللي هو مستوى اقل في الرعاية لعدم الحاجة اليها او لتحسن المريض. بنقول هنا يعني البيشنت is discharged from ICU. النوع الاخر من الترانزيشن اوف كير اللي هو الانتقال الخارجي، زي نقل المريض من مستشفى الى مستشفى لعدم وجود الخدمة الطبية مثلا، او زي نقل مريض من مستشفى علاجية الى مركز متخصص زي القلب او الكاث لاب في حالات الذبحة الصدرية. يبقى ده من كيوراتيف كير الى كيوراتيف كير. في مستويات اخرى من النقل احنا ممكن ننقل برضو من الكيوراتيف كير الى حاجة اسمها بالياتيف كير، ودي فرصة كويسة علشان نتكلم عن الفرق ما بين البالياتيف كير والهوسبيس كير. البالياتيف كير المريض بيبقى لسه في امل في العيان، المريض خطير جدا، حالته خطيره، لكن لازلنا بنستطيع ان احنا نتدخل علاجيا وجراحيا. يعني انا بهتم بالمريض مثلا زي حالات الكانسر المكتشفه في المرحله الاولى او الثانيه، يعني الطب لازال عنده امل في المريض ده، انا بوديه في البالياتيف كير لكن حياته خطيره جدا. في مؤسسات بتقدم البالياتيف كير. طيب بالنسبه للهوسبيس كير، انا ممكن انقل العين بتاعي من الكيوراتيف كير الى الهوسبيس كير. والكيوراتيف كير ده وضعه مختلف شوية. هنا المريض الناس قالت عليه او الطب عجز انه خلاص ما يقدرش يعالج، واصبح توقع الموت عالي جدا، مثلا حوالي 6 شهور او حاجة زي كده، زي حالات الكانسر at end stage. المريض هنا بيتم علاجه فقط بالمسكنات علشان الالم، ويقعد في البيت مع اهله، والعامل النفسي هنا اهم شيء لان المريض يعلم بموته. يعني الهوسبيس كير ممكن تكون مؤسسة بتقدم الهوسبيس كير او يكون في البيت الهوم كير. يبقى الفرق ما بين الهوسبيس كير والبالياتيف كير ان البالياتيف حالته متدهورة جدا، وضعه سيء، بس لازلت بتدخل طبيا علشان اعالجه لو حصل له حاجة. والهوسبيس خلاص الكير administrated at home او في دور الرعاية اللي موجودة بتقدم الهوسبيس كير. طيب الترانزيشن اوف كير بيبقى له متطلبات. ايه المتطلبات بتاعت عملية الانتقال دي؟ المريض بيتم تسليمه من رعاية طبية الى رعاية طبية اخرى، سواء عن طريق النقل الداخلي او النقل الخارجي زي ما احنا شايفين بالصورة دي، اللي هو ممكن يكون بالاسعاف البري او الجوي حسب خطورة الحالة. يبقى علشان عملية الترانزيشن تتم بسهولة جدا لازم يكون عندي كومبريهنسيف بلان، والحاجة التانية لازم يكون عندي تنسيق بين الفريقين بعضهم وبعض اللي هو الكوردينيشن. الخطة انه الفرقتين دول بيشتغلوا بطريقة معينة، عارفين هم هيعملوا ايه، وفي تنسيق بينهم وبين بعض ما بين السندنج والريسيفنج كير جيفر. طيب يبقى ايه الحاجات اللي ممكن تتوفر في الفريقين؟ لازم يكون في شروط خاصة في الفريقين اللي بيسلم واللي يستلم. اول حاجة ان يكون في سكيلز، مهارات، اكسبيرينس، خبرة، اكويبمنت زي معدات طبية،
زي مثلا جهاز تنفس صناعي او اسطوانه اكسجين او منظار حنجري، وكمان السبلايز تو كير ادوكاتلي فور ذا بيشنت. يعني ايه؟ المريض نفترض ان هو مثلا على علاج، فيبقى ممكن معايا سرنجات، يكون معايا اجهزه ورديه للمحاليل، ادويه كده يعني. والحاجه الاخيره ان يكون في لوجيستيك ارينجمنت، اللي هو الترتيبات المكتبيه والورقيه واشراك المريض والاسره بخطه الانتقال. الترتيبات الورقيه يعني الورق، الانفستيجيشن، التذكره، المعلومات بتاع البيشنت والحاجات دي. لكن النقطه المهمه انه لازم يكون الريليتيفز مشاركين في الخطه، عارفين ايه اللي بيحصل وايه الخطورات وايه المطلوب منهم والحاجات دي. يبقى العملية دي بتتم فين؟ بتتم عند اللوكيشن بتاع الريسيفينج للبيشن او استلام وتسليم الحالة. لما بدأوا يحسوا بأهمية الترانزيشن اوف كير، بدأوا يعملوا مؤسسة تبدأ هي تعمل ميجرمنت وتبدأ تاخد بالها من الترانزيشن اوف كير، او تعمل فوكس على البروسس بتاع نقل المرضى. فعملوا منظمة او هيئة تبقى مسؤولة عن الترانزيشن اوف كير، اسمها National Transitions of Care Coalition، اللي هي اختصارها NTOCC. بالمناسبة Coalition يعني تحالف. المؤسسة دي عملت 7 نقاط او bundles مهمين جدا علشان تطبق او تعمل interventions لعملية النقل دي. Bundles of 7 essential intervention categories that must be used when preparing for a transition of the patient to another facility. طيب ايه هم الـ7 محاور او الانترفينشنز اللي هم المفروض احنا نشتغل بيهم واحنا بننقل اي مريض؟ عندنا 1 الميديكيشن مانجمنت، الترانزيشن اوف بلاننج، 3 بيشنت اند فاميلي انجيجمنت اند ادوكيشن، 4 انفورميشن ترانسفير، 5 فولو اب كير، 6 هيلث كير بروفايدر انجيجمنت، و7 شيرد اكاونتابيليتي اكروس بروفايدرز اند اورجانيزيشن. تعال نتكلم على كل واحده بالتفصيل كده كلمتين صغيرين. الاول بالنسبه لي الميديكيشن مانجمنت، التأكد من أمان العلاجات زي نوع العلاجات ووضوحها وطريقة إعطائها للمريض، سواء على مستوى الكير جيفر أو على مستوى الأسرة. ده من الحاجات المهمة جدا اللي احنا لازم ناخد بالنا منها. والنقطة التانية الترانزيشن بلانينج، إنه يكون في خطة للنقل لتسهيل عملية الانتقال من مستوى طبي إلى مستوى طبي آخر، أو من مستشفى إلى المنزل وهكذا. الخطوة الثالثة patient and family engagement and education، دي تعتبر خطوة مهمة جدا ومطلوبة، اني انا اعلم واشرك الاسرة بفاعلية في كل ما يحيط بعملية النقل دي، والمخاطر الواردة اللي ممكن تحصل، وازاي هم يقدروا يسهلوا علينا عملية الانتقال. النقطة الرابعة information transfer، مشاركة المعلومات الهامة للمريض على نطاق المريض والأسرة ومقدمي الخدمة اللي هم الفرقتين اللي بيشتغلوا، اللي بيسلم واللي بيستلم، هام جدا في تقليل خطورة الانتقال من مكان إلى مكان آخر. النقطة رقم 5 اللي هي الفولو أب كير، دي بتسهل عملية النقل الآمن للمريض وتأمين رعايته، خاصة ما بعد الخدمة الطبية، سواء في المنزل أو في مكان آخر زي الهوسبيس كير أو الباليتيف كير زي ما احنا قلنا سابقا. النقطة الستة وقبل الأخيرة هيلث كير بروفايدر انجيجمنت، لازم تتم عملية الترانزيشن اوف كير في إطار من المسؤولية على مستوى ملاك الخدمة أو وزارة الصحة أو المستثمرين أو الملاك اللي ماسكين الأورجنايزيشن. والنقطة السابعة شيرد اكاونتابيلتي across providers and organization، هنا بقى في تخصيص لتحميل الفريق الناقل مسؤولية الحالة إلى مكان التسليم، ويتحمل الفريق المستلم الحالة بعد انتهاء عملية التسليم. دول الـ7 محاور أو الانترفينشنز المهمين اللي بيأمنوا لي عملية نقل أي مريض من مكان إلى مكان آخر، أو مستوى خدمة إلى مستوى خدمة آخر. السيفن اسينشال انترفينشن كاتيجوريز هي نقاط مهمة لإتمام عملية النقل بصورة فيها كواليتي وفيها patient safety. بس ازاي اتأكد ان الحاجات دي بتتعمل فعلا؟ يبقى انا لازم احط كاميرات مراقبة، ميجر، اذا وجد ستاندرد يبقى لازم تتم عملية مراقبة عليه
وده بيتم عن طريق اني اعمل قياس وبعدين اشوف مؤشرات الاداء بتاعتي واجمع الديتا عليها وابدا اقارنها بالديتا الاخرى اللي موجوده في المستشفيات الاخرى وهكذا. ايه هي اهم النقاط اللي ممكن نعمل عليها مراقبه في قياس البروسيس مثلا؟ في البروسيس ميجر او الكاميرا بتاعت البروسيس ممكن نقيم فيها وقت النقل وكمان اكمال نقل المعلومات بصوره صحيحه بين الفريق المسلم والفريق المستلم مثلا. طيب عندي كمان كاميرا ممكن احطها على الاوتكم، يا ترى كل عمليات النقل بتتم بصوره كويسه ولا بيحصل فيه ادفيرس ايفنت؟ اذا بيحصل ادفيرس ايفنت اثناء او بعد الانتقال يبقى انا اولى ان انا ادرس الاسباب دي وابدا احط عليها اكشن بلان علشان امنع تلافيها في المستقبل. يبقى مهم جدا نحط اوتكم ميجر. وممكن كمان نقيس الافشنسي بتاع عمليه النقل. دلوقتي انا بنقل الحاله من مكان الى مكان اخر، المكان ده اتعمل فيه اوريدي خدمه طبيه وبعدين هيبدا يتنقل الى مكان اخر بمعلوماته بالدوكيومنتس بكل حاجه. فلما اتنقل من مكان الى مكان هل لازم اعمل اشعه جديده؟ هل لازم اعمل تحاليل جديده؟ ولا ممكن اعتمد فيها على الحاجات اللي حصلت قبل كده علشان ما نكررش الاحداث اللي حصل في المؤسسه الاولانيه ونوفر على المريض ما يمكن توفيره؟ انت ما بتعملش انترفنشنز جديد او تحاليل واشعات جديده الا لو جد جديد على المريض. يبقى ان ابروبريت يوتيلايزيشن اوف ريسورسز unnecessary readmissions and duplication of tests من اهم الحاجات اللي ممكن تحط عليها كاميرات علشان تراقب الكواليتي بتاع عملية الترانزيشن اوف كير. مش بس الناشنال ترانزيشن اوف كير كواليشن اللي كانت مهتمة بعملية الترانزيشن اوف كير او نقل المريض من كير الى كير اخر داخلي او خارجي، كان عندي كمان الناشنال كواليتي اوف فورم، ودي من المؤسسات المهمة جدا اللي كانت بتبحث في البيشنت سيفتي. فطبيعي جدا ان هم يتدخلوا او يبقوا مهتمين ويبقى عندهم ميجرز لا علاقه بالترانزيشن اوف كير. ذا سنتر اوف ميديكير اند ميديكيد سيرفيسز اللي هي شركه التامين الاشهر بالولايات المتحده الامريكيه مهتميه جدا جدا بانها تقيس عمليه الترانزيشن اوف كير وتطلع منها ديتا. ومن المؤسسات المهمه جدا اللي مهتميه بعمليه النقل كمان اللي هي الجوينت كوميشن اكريديتيشن اورجانيزيشن، شركه من الشركات اللي هي المانحه للاكريديتيشن للمؤسسات الصحيه اللي بتقدم خدمه طبيه. هذا ما يخص الترانزيشن اوف كير. المره القادمه ان شاء الله هنتكلم عن اخر نقطتين في اليوتيلايزيشن مانجمنت اللي هم الايبيزود اوف كير اند بوبوليشن هيلث. الى اللقاء.